شو عم تعمل جنكيز؟ ولا شيء، عم فكر. جبار مات ما. انت اخذت ادويتك؟ جاوبي على سؤالي. إلهان تبلي يلي قتله، تعرف مشان كنتو كل هالبلاوي من ورا تشاتاي. وشو رح يصير بالمفتاح جنكيز؟ ما رح يصير ولا شيء. نادر قال انه بده يعطي لحدا، وهذا هو المهم. نادر ما بيعطي لمين ما كان. ما بعرف. انت من وين عرفت بهي الشغلة؟ أنا حكيت مع الوكيل. فتت على الغرفة؟ الدواء كان عم يتعبني كتير. بس كنت تجن لما تفوت لجوا. فيك تسكتي أميرة؟ جبار كان مكلف بشغل وطلبت يعمله. شو الشغل؟ الوكيل رح يحل هاي القصة. تعي نلعب شطرنج. ما كتير بعرف العب شطرنج وما فيني نافسك. قلة معرفتك شي بيفرحني، لاني بحب الفوز كتير. عادي ما قابلي. على أساس الزلمة ماله ولا صورة. إمتى صورته؟ من زمان قبل الحادثة، ولقيت الموبايل ببيت كنت نسيانه فيه. أي صحيح، بقدر أسأل حدا عنه؟ مين؟ حدا بيلاقي لي العنوان، هو شرطي. لا أكان، رجاء لا تدخل الشرطة بهالأمور هاي. أنا إلي خاطر عنده وممكن يساعدني. بعت لي الصور لقلك. خلينا نجرب، ما منخسر شي. إذا لقينا شي منيح، وإذا ما لقينا مننسحب. ما بعرف مين بيكون هالشرطي. عرفته بالحبس وبوثق فيه. تمام، إذا أنت بتوثق فيه فأنا بوثق فيه. شكرا. وصلوا؟ وصلوا. بدنا نلاقي الخياط، لازم نلاقيه. منلاقيه، منلاقيه. تفضل سيدي. حكيت مع البنت، مو هي اللي ارتكبت الجريمة. حضروا الأوراق اللازمة لحتى ننقلها على السجن. حاضر سيدي. تعا تعا، مو كانت بنت اسكندر أكاي مع هالبنت؟ بتعرف وينها؟ هي ناطرة سيدي، حضرتك هيك طلبت. هي تنطر، خليها عم تنطر لنشوف إذا كانت طالعة مثل أبوها كمان. صح، وينها بهار؟ وينها بهار؟ صار لي من الصبح عم أتصل فيها وتليفونها مغلق. بتحب أتصل فيها سيدي؟ اتصل. من وين بدنا نبدا؟ من محل الكوة. مرة رحت لعنده وتركت ورقة ولقاني. معناتها من عيدة ليلاقينا. تعال نقول له هيك. يلا طلع. تفضل. ها فوتي فوتي، أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. مرحبا.
الشباب أخذوا أقوالك، هالحكي مزبوط؟ إيه أخذوهن. وجيهان جير هو طلب منك إنه تبقي مع سالي لفترة؟ أنا كان بدي أبقى هنيك لتجي الشرطة. إيه وهو رح يدور. شو كان اسم أختها التوأم لسالي؟ يدور على يلدز؟ لا، راح لعند أبوه، ما كان بيعرف وين يلدز. وإنتي ليش ساعدتي لجيهان جير؟ الجريمة ما عجبتني. يعني هو صديقك، شو المناسبة لحتى تساعدي؟ سمعنا أنه أبهاتكم ما ننصح به. هالسؤال اسأله لأبي. رح اسأل أبوكي، بس بدي أفهم منك ليش فتي بهيك مخاطرة؟ ما أنا مخاطرة، تضحية يعني؟ إيه ممكن، نحن أصدقاء. أوزجان، هالتوأم واحدة منهم إنسانة والتانية بلا قلب، يعني عكس بعضهم بالضبط، واحدة هادية والتانية مسدس. أنت قتلت المسدس والتاني أخذوها الشرطة، واللي بإيدنا صفر. جبار مات ونادر مختفي، اشتغلنا وفتشنا وحاولنا وما عرفنا شيء. برأي الناس ما هم بحاجة معلومات، بلا معلومات ما رح يكون في أي خلافات. لو تقبلوا إنهم مو فهمانين بيرتاحوا، يعني ما بعرف. لما تقول ما بعرف بتكون مرتاح، بس مشكلة الناس الأساسية ما عم يلاحظوا إنهم مو فهمانين. عقل الصبح بيكون شغال أكتر. نادر يا ترى لمين ناوي يعطي المفتاح؟ الخياط. اللي خياط؟ عيد شو قلت؟ ومين بتكون هاي الشرطية؟ وهي بشو رح تفيدني؟ تمام، انت حضرها وانا بستعملها. هو عم يسألني بشو بدها تفيده، ولي العهد غبي على الآخر. قال هاي البنت الشرطية لاحقة الحلقة، قولك رح تفيدني. ما بعرف. التليفون ما بيلقى جوا. هذا اللي اسمه الخياط. قدرت ساعدك بشي؟ يلي بيهمني أبي، كل ما عرفت عنه أكتر كل ما بيكون أحسن. صاير شي؟ عم اتطلع عجبينك. ما فهمت. بأول مرة شفتك كان عليه دم.
ليش هربت لما قوصت الخيار؟ فكرت اني قتلته، يعني بالنهاية الجريمة. عن جد ما بعرف قصدي كيف رحت لهنيك يعني، وليش رحت؟ كل هالأمور مو واضحة وضبابية، وأنا صرت أركض وراك وصرت أوص عليك، والشرطة أجت على صوت سلاح، وأصلاً كانوا رح يجوا. بعدها رحنا على المخفى. عن جد؟ عملوني إني مجنون. ما في جثة بالنص، ولا قاتل ولا خناق ولا ضرب. ما قدرت أشرح شي لحدا، وبعدين إجوا الشهود وكلهم شهدوا ضدي وبيوشي على السجن. لكل هذا شغل الحلقة؟ طبعاً هيك شي بجنن. جاني مسج. هو حالياً قدامي. مين؟ رفيقي الشرطي. روح من هون على اليمين. قال إنه في مدرسة للخياط رح نشوفها. عم تتمسخر؟ شو هالمجرم اللي عنده مدرسة؟ مدرسة شو؟ هي وشو بيعرفني أنا؟ خلينا نروح ونشوف شو القصة. يلا استعجل شوي. يلا يلا، بظن نحن لقينا طرف الخيط. يلا. ايه ماشي. اتركونا لحالنا. طيب روحوا كلكم. يلا يا شيف. يلا يا شباب تفضلوا معي. لازم نشغل الطبل والزمر ونعمل حفلة كبيرة برجوع بنتي. ها بالله من وين جاية؟ بعتقد الأخبار وصلتك. وصلت بنتي، وصلت بنتي. عم تحمل النار وتروح تشارك بتشعيل الحرائق. ها بس ما بعرف راح تحرقني ولا تحرق حالها. بنتي خبريني انتي شو إلك شغل بهالمشاكل والعجقة؟ ها ليكي، هي قتلوا لجبار. لو انتي كنت هنيك شو كان صار؟ جيهانجير قتلوا؟ يا إلهي انتي وين مخك؟ بنتي انتي بتعرفي كيف بيصنعوا الحديد ما هيك؟ بابا جاوبني على سؤالي. بحموه على النار وبيدقوا داء. اطمن ما رح يصير لي شي بابا. اللي جبار مين قتلوا؟ جيهانجير ما بيعمل هيك شي. مين بيعملها؟ مو من مصلحتك تعرفي، هذا بيضرك. أنا بنته الإسكندر، هاد ما بيحميني؟ لا أبداً ما في هيك شيء. إذا عملتي أي غلطة بيقضوا عليكي فوراً، وشفتي بعيونك. واحدة من بنات عارف إن قتلت، والتانية بالسجن، وإلك ما رح يرحموكي. حتى أنا ما بقدر ساعدك. ما رح يقولوا ضحكة مجدة حلوة، ولا رح يقولوا عيونها أحلى وبتجنن. لك هدول وحوش ما بترحم. من بعد اليوم رح تضلي جنبي وقدام عيوني وانتهى. بعدين انتي شو لك شغل مع هالجماعة؟ ها؟ ايوه بنتي روحي على غرفتك وريحي لي اعصابك، جمعي الطاقة الإيجابية، اعملي يوغا وتأمل. يلا يلا يلا. مرحبا جمال بي، بس ما اكون عم عطلك. لا ابدا، تفضلي عدي. شباب جيبوا لنا شاي. تشربي شاي؟ ما اي طبعا بشرب كاسه، ريحته وصلت لعندي. اميره خانم، زوجك عدنان كرابولت المرحوم، تتذكري مين كان رفقاته القراب؟ طبعا غير اللي منعرفهم، قصدي اسكندر اكاي والهان تبلي. والله هالقصص إلى زمان كتير. أنت ليش عم تسأل عنهم؟ يعني شغلت لي بالي. لاحظت أنه ما فكرنا بهالجزئية أبدا. يعني في دي في دي وصلنا، ونحن صرنا نلحق الخيط اللي أعطانا إياه، مشينا معه بهالطريق بدون تفكير بدون نقاش، وأهملنا الخيوط الثانية. كيف يعني؟ انسي، ما بدي شوشك أكتر. منرجع لزمن عدنان كرابولت، بدي أعرف معارفه القراب. حاولي إنك تتذكري وتخبريني.
يعني حالياً ما عم يخطر ببالي اسم محدد. وجبار؟ ايه بس ما بعرفه. ونادر أبضاي؟ هداك فيك تقول حدا أقرب لعمر أبي من عمرنا نحن، يعني هو من الجيل القديم، وعدنان كان يحبه ويحترمه. جنكيز خان سمعانة فيه؟ أنا مو شايفته أبداً بس سامع الاسم. زوجك كان عم يشتغل لصالحه؟ ما بعرف بهالخصوص. الخياط عند بهار، بجوز تكون بخطر، بعدت لك الموقع. شو صاير شي؟ لا لا لا، بس في شي ضروري لازم روح. يلا الحديث انقطع من نصه وما قدرنا نضيفك شاي فوق. لا ما في مشكلة بنوب، بس المرة الجاية أنا ناطرتك بالملعب. بتشرفني. وأنا بتشرف. بعمل لك شاي تازة رح يعجبك. طبعا بيجي. تمام. سيدي. نطلب دورية مساندة؟ لا ما بدي نعمل شوشرة. وين العنوان اللي بعته كان؟ بمدرسة قديمة. ليش عم تحكي بالتقسيط؟ خلصني احكي اللي عندك. إذا بهار كانت بخطر لازم نكون كتار سيدي. لا ما في ضرورة، إذا الخياط هنيك مندخل مناخده بلا ما حدا يشوفنا وبلا ما نعمل ضوجة. بهار قوية ومثل الحديد، ما تقلق بتكسره للرجال، ما تخافوا. يلا نطلع. ايه المعلم نادر مو هون، قال هو عطى المفتاح لحدا. إلهان أنت رح تهتم بأمور كوزو. أنا بأمرك. مثل ما بتعرفوا أنه عم نعمل وساطة بخصوص تجارة الألماس، كل أسبوعين ثلاثة بنربح بين الثلاثة وستة مليون يورو، وكوزو بالرغم من أنه تاجر ماله أمان بس عم يعطينا ربح منيح، رح نعامله بلطافة حتى ما يحس بغياب جبار. أمرك. شو يعني؟ كل شغل جبار سلمتوا لإلهان حضرة الوكيل؟ هذا اللي شفناه مناسب. عندك اعتراض؟ لا يعني مو اعتراض بس غريب. إذا مثلا أنا هلأ بأوصل لإلهان راح استلم أعماله؟ الرجال راح وقوز جبار وما عم نحكي ولا كلمة. جبار دعس على قوانين الحلقة، هدر دم وتصرف بلا مسؤولية. نحن ما مننسى اللي بيكون صادق مع قوانيننا ونظامنا، ومو على طول بيصير مثل ما بدنا يا اسكندر. شو صار يا اسكندر؟ ولا لا يكون مهانة عليك، ولك كنت اللي قتلوها هاي كنتي شبك. ومع هيك أنا ما تصرفت من راسي. ليك أنا من لما دخلت على الحلقة تعلمت شغلة واحدة، أنا ما بدأ بسمار ولا بسحب بسمار إلا بعلم الحلقة، وما بقول ما بعمل هيك وما بساوي هيك لأنه ممنوع الاعتراض. إيه والله وبرافو عليك. بارحة كنت عم تبكي. وكيل اللي أنا شو عم عامل هون؟ أنا شو علاقتي بهي المواضيع؟ كوزو وجبار وما بعرف شو. شوف هذا الخاتم منيح ولا تضيع لي وقتي. طلبنا منك تجي لهون لنذكرك بشي تشاتاي بيك. وقدام هدول؟ أبوك عم يترجاك تهتم بأعمالك اللي برات البلد بأسرع وقت. انتهى الاجتماع. عن إذنك تشاتاي بيك، وانت بالتوفيق يا اسكندر. لعم شو محتال سالب، بارحة كان عم يموت ويقول طعنوني بظهري وجبار غلطان وحقير وشو بيعرفني. أنا بس لأنه كنت واقف جنبك ما سلموني شغل كوزو لإلي. يلعن هالحظ، بالنهاية المكان اللي اجيت منه معروف. شغلة المجوهرات بيجي من وراها مصاري نظيفة شاتاي بيك. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التخطيط. شو صار؟ اختنقت من القعدة بقلب السيارة.
وكتير متحمس لنلاقي الخياط. استعجل شوي استعجل. شو يعني بدك ياني طير؟ دوس دوس دوس، هالسيارة بس تدعسلها بتطير بتصير فوق. شو انك واحد محتال يا كان؟ لكن انا المحتال يا تبلي. القصص بتلزمنا. ايه عجبني. حلو دعس جيهان دعس. ماشي رح اورجيك. قاعدة سادتي بالحياة، إذا ما بتحاول تفوتي لا يمين ولا شمال بتمشي هيك دغري مباشرة أكيد رح تربحي. شو صار إلهان؟ عم صير شغلات حلوة يا جولاي، حلوة كتير. أي يلا إن شاء الله. شغل جبار كلياته سلموني إياه لإلي. هوب قالوا لي افتح صفحة جديدة. وينو جهانجير؟ ما بعرف يا جولاي. كيف يعني ما بتعرف؟ جولاي بس يجي بنسأله وين كان. ايه انتو ضلوا خبصوا كسروا الدنيا وانا بلم وراكن. جيهانجير وين وانا وين؟ بمين عم تتصل هلا؟ جيهانجير انت وينك يا ابني؟ بابا انا هلا بالسيارة عندي شغل. ابني ترك الشغل وتعال هون فورا، انا محتاجك. ما فيني ابني، عندي شغل كتير كبير، يعني كل شهر تقريبا حوالي 10 مليون يورو بيجوز أكتر، ولازم ننجح فيه. شغل شو هذا؟ شو يعني هدول يلي فوق عطوك الأمر؟ ابني هذا الشغل مهم كتير لإلنا، ما فيني أسقب آدم. تعال انت لهون وحل الموضوع وبعد بنحكي بباقي الأمور. بابا عم قلك ما فيني، بدي سكر عندي شغل. سكر بوشي. مو غريب أبداً، أنت ما عم تقدر تخليه قريب منك. مو معقول الحكي جولاي، مو معقول. يعني أنا شو ما عملت لازم تلوميني؟ لك ليكني حكيت معه قدامك وسمعتي. آدم وينو جيهانجير؟ راح مع كان إلهان بيك. يعني ما بتعرف؟ لا ما بعرف. وما خلوك تروح معهن؟ لا ما أخذوني. آدم ليك شايف الرجال؟ بدي اياك تروح تجيبه من المطار فورا وبتوصله من هنيك على الاوتيل مباشره ليرتاح. هذا اسمه كوزو، ولوقت ما ينتهي شغلنا معه ويسافر من هون بتضل عينك عليه 10 على 10 وما بتخلي اي مخلوق يشوفه او يقرب منه مين ما كان يكون. هالحكي مفهوم؟ مفهوم الهان بيك. ليك ادم انت كم سنه صار لك عندي؟ يعني لما قلعوني من المدرسه. عم نقول كم سنه؟ ركز. 16. أصبح لا تخليني بعد 16 سنة أطردك من هون. عم تفهم آدم؟ ليك تعرف أنا شو بقول دائما، إذا جيهانجير مو موجود آدم موجود عندي. إيه؟ آدم هو اللي راح يحل كل المهمات الصعبة اللي عندي وأنا بقدر أعتمد عليه. ها أصحك تخليني أندم على هالثقة. مفهوم؟ شو فهمت يا آدم؟ فهمت إنك راح تقلعني. روح من وشي، روح على شغلك. يلا حاضر، انت بتأمر انت بتأمر. ها من هون؟ ايه ايه. ليك بابا عم بيقول انه نسلموه شغل جديد، خلينا نشوف شو هالشغل هاد، بركي بيساعدنا بالمهمة تبعنا ومنكون اختصرنا الطريق. بس شو هالشغل هاد؟ إذا هلأ بسأل آدم رح يفوت بألف حيط. أنا ما عم بقدر أفكر بشي هلأ، خلينا بالأول نخلص من قصة الخياط. نحن لازم نفوت لجوا. إيه؟ برأيي هيك أحسن بكتير. أخي صدقني رح نفوت لجوا، بس نحل قصة الخياط بالأول. Thank you.
اسمعني، برأيك صح تعمل هالشي هون؟ ليك يا ريت تحسبها صح، فكر باللي عم يصير واللي رح يصير فينا. نحن بمدرسة وهديك شرطية. ايه يعني هاي جريمة وهالشي مو منيح ابدا. لو ما في جرائم شو كنت رح تشتغل؟ بكفي حضرة المحامي، لا توجع لي راسي. نحن اخترنا لك هذا الأوتيل وأكيد رح يعجبك، هذا أحسن أوتيل بالبلد كلها. يلا. عفوا كوزو بيك، بس أنا برأيي إنه تنام وترتاح هسا، بعدين بس يجي إلهان بيك بخبرك، لأنه في عنده شغلات هسا قاعد بخلصهم، وبس تقعدوا تحكوا بموضوع التجارة. المهم أنا جنبك ما بتركك، شو بدك حاكيني؟ اطمن للصبح ما بتركك ولا لحظة. اختصر إذا بتريد، اليوم برنامجنا طويل ولهيك بدنا اياك تكون مرتاح. تفضل خليني وصلك على غرفتك. والله للأمانة لما طلبوني فكرت انهم راح يسلموني شغل جبار. اوه طلعوا لا مفكرين فيني ولا شايفيني ابدا يا تشاتاي بيك. الهان راح ترتفع اسهمه كتير اذا نجح بهالشغل، مو هيك؟ يعني نحن صرنا برا القائمة؟ لهيك من الأفضل إنه ما ينجح. شو قصدك؟ هذا قانون الطبيعة، السمكة الكبيرة بتاكل السمكة الصغيرة والقوي بياكل الضعيف. لا لا انت عشو عم تلمح؟ الموضوع ماله بهالبساطة، وأنا ما رح أتدخل هالمرة، ما رح أقرب منه أبدا. تعب انت عادي هون. أهلا وسهلا. أهلا فيك. حالياً رح أكتفي بيلي بين إيدي، صح؟ هنن عم يزعجوني وعم يخلوني أشتغل، بس رح وقف عجلب. يعني بالنهاية الوضع لسه ممتاز واللي عم يشتغله بكفي، وهذا هو الأهم. إلهان ما لازم يستلم هالشغل، خلي ياكل لينفجر. أنا أصلاً ما بقى بدي شي. بابا شبك بنتي؟ أنا طبعاً بتمنى يخسر الشغل، بس مو عن طريق ابنوب. استنى تعال هون. شو لوين طاحش؟ جيب لنا أناناس، مانجا، عسل، جوز، شي شغلة مرتبة. لك شو هذا؟ شو جايب لنا موز بس؟ حتى منظر الصحن ماله مرتب. صاحبنا بده فيتامين، نحن بدنا نحلبه لهالغبي، لهيك لازم ندلله. يلا لشوف. يلا كوزو بيك، قل لي بدك شي، لازمك شي، ناقصك شي؟ شوية هدوء. عفوا شو اسمك انت؟ آدم. صوتك عالي كتير، وجع لي راسي وأنا انزعجت منه. مو مشكلة. بس الحق مو عليك، الحق علي بهتم فيك، وانت ما بتستاهل. هون كان؟ ايه هون. تمام. شو بدنا نعمل؟ رح فوت وشوف. طيب استنى منروح سوا. رح حاول لوحدي، واذا حكاني بطريقه سيئه وما جاوب على الاسئله تبعي وقتها انت بتفوت. ايه شو انا فزاعه يعني؟ شو هالحكي؟ لا مو قصدي، هذا التكتيك تبع الشرطي الطيب والشرطي الشرير. انا راجع ما بطول.
انت لوين فايت؟ يا علينا، انت طلعت بالوقت الغلط. اسمعني منيح، في صبية اجت لهون من شوي، شفتها شي؟ قالت انه هي من الشرطة. فاتت على قسم الارشيف. خدني لهنيك، يلا لشوف، بسرعة بسرعة. شو الوضع يا خيا؟ الطرد جاهز وناطر منك خبر. مثل ما اتفقنا، خدها هلا واطلع دغري. تمام يا عيني. المحامي راح والبنت بالارشيف، طب وينه الخياط؟ مين الخياط؟ واحد مجنون ولابس ثياب لونه اصفر. قصدك إهان بيك؟ لك مين هاد كمان؟ اذا إلك ايد بالموضوع بدي اقتلك، عم تفهم؟ عم تقول انه هون بس الباب مقفول؟ بيكونوا طلعوا، شو بيعرفني؟ والله شفتهم جايين لهون. لا تجنني. ها، ان الرقم المطلوب مغلق أكيد او خارج نطاق التغطية. من الاساس هون ما في تغطية ابدا. طيب افتح لي الباب لشوف. معلم انا ما معي مفتاح، المفتاح مع المحامي. لك كيف انت الحارس وما معك المفتاح؟ معلم والله مو معي، لو معي بفتح لك دغري. جيهان كير وصل على المدرسة، وهلا هو واقف برا. بهار، لا 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 لا، ليش هيك صار؟ بهار بهار، بهار بس لحظة. شو صار؟ خوفتيني كتير. ليش دائما هيك بتكوني لحالك وبتعملي هالحركات؟ انت مو شرطية؟ لازم يكون معك فريق، ليش عم تروحي لحالك؟ فهميني، يعني لازم ضل عم دور عليكي؟ انت منيحة؟ ايه ايه، احكي لي شو صار معك. ما بعرف شي، مصدومة. المهم انك منيحة، الحمد لله. فكرتك متي. شو كأنه نسيت الوعد؟ رح أرقص معك قبل ما أموت. رايقة وعم تمزحي؟ شو هالراس اللي عندك؟
كان؟ يلا شو رأيك تقوم تفكني؟ طبعا لازم فكك. يلا هالحقير راح ولا لساته هون؟ ما بعرف، ربطني وراح. ما بعرف إذا كان رح يرجع ولا لا، شو بيعرفني؟ طيب أنت ارتاحي هون شوي وهدي أعصابك وأنا رح شوف وينه. وإذا لقيته شو بدك تعمل؟ بدك تقوصه؟ أكيد ما رح أقوصه، بس ما رح أتركه يهرب. على كل حال جمال بيك جاي. كان ما بيصير تروح لحالك، أنا جاية معك. لا لا ما بيصير، جيهانجير واقف برا هلأ، ما بدي يعرف أني إجيت كرمالك. طيب معك حق، شكرا. لا ما في داعي للشكر، كنت رح تعملي نفس الشيء. أكيد بعمل هيك. استنيني هون وأوعك تتحركي، تمام؟